الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل مع انطلاقات سباقاتنا المحلية، وهذا هو السباق المحلي التاسع، ينطلق في أول أيامه الخاص لسن الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. نبحر مع شوطنا الخامس الذي انطلق قبل لحظات الخاص للإبكار. نبحر مع المركز الأول مع حضور محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، يحتل المركز الأول ويتقدم مع حضور على أول المراكز. المركز الثاني من الجانب الآخر دستور لناصر بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي، يحتل المركز الثاني. المركز الثالث ثالث التحديات الظبي عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري، يحتل المركز الثالث ويتقدم في هذه اللحظة مع الظبي. بينما المركز الرابع من الجانب الآخر أتابع الشعار المميز الذي يتواجد من الجانب الآخر. هنا دستور ناصر بن زايد بن محمد بن طرجم أسهلي، أو هنا حصل دخول من الشهانية جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري، خطف المركز الثاني في هذه اللحظة مباشرة مع انطلاقة الشهانية. بينما المركز الخامس خامس التحديات من الجانب الآخر شعار بشريدة، هنا يتواجد مع فاق عبد العزيز بن صالح بن حمد بشريدة المري. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة مع الشهانية. الشهانية من تحلق في مقدمة الشوط شعار جر الله بن سالم بن مسعود بش جر الله بن سالم بن مسعود، أو هنا الانطلاق والتحدي. المركز الأول في هذه اللحظة أتابع أول المراكز الظبي عبد الله بن إبراهيم بن راشد بن محسن المري، يحتل المركز الأول ويتقدم مشاهدينا الكرام مع الظبي على أول المراكز مع انتصاف المسافة 1500 متر ما يتبقى عن خط النهاية وخط الفوز والناموس. المركز الثاني وصل الدلمة شعار عبد الله بن راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي، يغير الأمور ويحتل المركز الأول مع الانطلاق المميز مع دلمة. وهذه دلمة لم تذق طعم الهزيمة، تقدم أيضا هذا العرض الممتاز وهذا الأداء المميز مع الشعار المميز. يا سلام، عبد الله بن راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي ينطلق مع أيضا اللحظات المهمة مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير عن خط النهاية. هنا دلمة على الصدارة. المركز الثاني الشهانية جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري، ولكن وصلت حضور لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري على ثلاث المراكز. المركز الرابع الشاذلية الزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري على مستوى المركز الرابع، يتقدم مشاهدينا الكرام مع الشاذلية. بينما المركز الخامس تغريد لصالح بن حمد بن مبارك النابت المري، ولكن نعود مع دلمة على الصدارة. دلمة على المركز الأول تنطلق بهذا التحدي بشعار عبد الله بن راشد بن سعيد بن غفرية الفلاسي، صاحبة الإنجازات صاحبة العوائد، تاريخها مشرف الإنجازات في ميادين دول مجلس الخليج التعاون مع الانطلاق المميز مع التحدي الكبير. يا سلام، شعار بالغفرية على الصدارة مع الانطلاق الأول، يقدم عبد الله بن راشد بن سعيد بن غفرية الفلاسي، ولكن حضور حضرت على ثاني المراكز محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، ولكن دلمة طارت إلى نحو الناموس، إلى نحو السلامات، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشعار المميز، شعار عبد الله بن راشد بن سعيد بن غفرية الفلاسي. أسعد الله صباحك على هذا الناموس المميز مع دلمة ولحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لمالك دلمة عبد الله بن راشد بن سعيد بن غفرية الفلاسي، من قدم دلمة إلى الأمتار الأخيرة. المركز الثاني وصلت حضور محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الثالث جاءت فيه الفائزة لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. المركز الرابع وصلت في مشاهدينا الكرام
وجد لمحمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطيه المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الكرام من مزنة جبر بن شمساب بن جبر الرمزان النعيمي. إذا متابعينا الكرام تابعنا الشوط الخامس وكان مع دلما. تهانينا والف مبروك لعبد الله بن راشد بن سعيد بن الغافرية الفلاسي، قدم دلما إلى الأمتار الأخيرة. وهذه متابعينا الكرام ملخص كما تتابعون أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان. دلما تصل إلى خط النهاية تكرر الإنجاز تلو الإنجاز. تهانينا والف مبروك لمالكها ومضمرها في هذا الشوط عبد الله بن راشد بن سعيد بن الغافرية الفلاسي. والتوقيت الزمني 4:37 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني حضرت حضور قدمت أداء يشكر عليه محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. والتوقيت الزمني 4:38 38 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام الفائزة لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. وتوقيت الفائزة محتل المركز الثالث 4:00 مشاهدينا الأعزاء. 43 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.